تعالوا نشرح الفرق بين الكروب فريم والفول فريم، أو هو الإطار المقطوع والإطار الكامل. لو أنا وزميلي الحين في نفس هذا المكان بالضبط، ونشوف هذا المنظر اللي أمامنا، هو عنده كاميرا فول فريم وأنا عندي كاميرا كروب فريم بنفس العدسة، فلنفرض مثلا 50 mm، كيف راح تطلع الصورة لهالمنظر؟ طبعا هو الحين عنده كاميرا فول فريم وأنا عندي كاميرا كروب فريم، واقفين في نفس المكان بالضبط، لو هو ونفس العدسة نستخدم 50 mm، لو هو التقط الصورة راح تظهر كاملة مثل ما تشوفوها الحين، بس لو أنا التقطت الصورة النتيجة راح تظهر بهالطريقة. وهذا مثال ثاني يوضح الكلام اللي كنت أقوله، إن مثلا لو عندنا كاميرا فول فريم وكروب فريم، ويمكن حتى كاميرا التلفون راح تعطينا هذه المساحات، يعني لو عندنا كاميرا فول فريم راح تعطينا هذه المساحة كاملة اللي بالخط الأحمر، ولو عندنا كاميرا كروب فريم راح تعطينا هذه المساحة اللي بالأزرق، لو عندنا تلفون يمكن تعطينا هذه المساحة فقط، وإحنا في نفس المكان. مثال آخر لنفس العملية، هذا الخط الأصفر اللي هو للفول فريم، الخط الأبيض للكروب فريم. إذا كنت تريد تصور بالكروب فريم نفس هذه المساحة اللي بالأصفر، لازم ترجع للخلف أو تغير عدسة أعرض عن العدسة اللي استخدمتها لهذه المساحة اللي هنا. نحن أي شخص يجي يقول لك إن الفرق بين كاميرا كروب فريم مثل 7D وكاميرا فول فريم مثل 5D هو فقط المساحة اللي تلتقطها الصورة، طبعا لا، في فروقات جدا كبيرة بين الكاميرتين، مش فقط مساحة التقاط الصورة. شرحنا أمس الفرق بين السنسرات في الكاميرات الكروب فريم والفول فريم. طبعا السنسر في كاميرات الكروب فريم يكون صغير مقارنة بالسنسر في كاميرات الفول فريم اللي هو حجمه أكبر بكثير، وهذا كله راح يعطي جودة أكبر. كل ما كان السنسر أكبر راح تكون جودة الصورة أكبر. الفرق الآخر بين كاميرات الكروب فريم والفول فريم إنه السنسر في الفول فريم ما إنه حجمه كبير يعطينا جودة أعلى، فهو يتحمل حساسية الضوء أعلى، يعني أنت تقدر ترفع الآيزو يمكن لحد 3200 وبعد التحبب يبدأ يظهر بشكل بسيط، لكن لو رفعت الآيزو في كاميرات الكروب فريم يمكن فوق 400 راح يصير عندك تحبب وبالتالي نويز وتشوش في الصورة. راح نتحدث أكثر عن موضوع الآيزو في درس اليوم أو بكرة إن شاء الله إذا ما مدانا الوقت، وراح نشوف بالصور لما نرفع الآيزو كيف يكون الفرق وكيف يصير التحبب والنويز في الصورة، وبنفس الوقت نشوف مقارنة بينه وبين كاميرات الفول فريم لما نرفع الآيزو فيها، هل تتأثر الصورة أو لا. الحين خلونا نلخص الفرق بين الفول فريم والكروب فريم. قلنا انه الفرق الاول انه المساحة اللي تلتقطها الصورة في كاميرات الفول فريم تكون مساحة اكبر عن المساحة اللي تلتقطها كاميرات الكروب فريم، السنسر اكبر بكثير في كاميرات الفول فريم وبالتالي يتحمل حساسية الضوء اعلى ويكون جودة الصورة انقى واكثر بكثير من نقاوة الصورة في كاميرات الكروب فريم. تكون الحين الفكرة واضحة أكثر. لو كانت عندي عدسة الـ 50 mm الثانية اللي هي 1.8 هذا 1.4، كنت بركبها هنا وركب الثانية هنا ووريكم الفرق مباشر في المساحة التي التقطها الكاميرا، بس أعتقد أن الفكرة واضحة. وإذا أي حد عنده أي استفسار عشان الفرق بين الفول فريم والكروب فريم يتواصل معي في الخاص وراح أجاوب عليه. طبعا أمس بدينا أول يوم في الورشة وكانت مقدمة سريعة تكلمنا فيها عن قبل خذينا نبدأ عن يعني اللي هو مقدم الورشة، وبعدها بدينا عن أنواع الكاميرات الرقمية وقسمنا فيها الكاميرات الاحترافية إلى 3 أقسام، فئة المبتدئين وفئة المتطورين وفئة المحترفين. بعدها تكلمنا عن مكونات الكاميرا الاحترافية والحساس والميجا بكسل. حبيت رحب بكل المتابعين الجدد اللي ضافون اليوم، ان شاء الله راحين تستفيدوا من الدروس القادمة، وما اعتقد فاتكم بشيء من الدروس اللي راحت. في نفس الوقت قدروا تشوفوا حسابي في الانستغرام اذا كنتوا ضايفيني من حسابات ثانية، هذا هو حسابي، تقدروا تاخذوا سكرين شوت وتشوفوا الحساب هناك عندكم.
وهذا ملخص للدروس مال أمس، وبالتحديد التقسيمات للكاميرات الاحترافية DSLR. عندنا فئة مبتدئين، فئة متقدمين، وفئة محترفين. طبعا التقسيمات هي تقريبية وليست دقيقة، يعني اجتهادات شخصية بعد مطالعة وكذا، وبناء على الأسعار وجودة الكاميرا، فما شيء دقيق يعني. وخلونا اليوم الحين ننتقل لدرس هام جدا، اللي هو موضوع العدسات. طبعا العدسات أنواعها كثيرة واستخداماتها كثيرة، وراح نتعرف إن شاء الله بشكل سريع على بعض الأنواع. بس قبل حاجة راح نتكلم عن العدسة والأرقام اللي فيها، شرح الأرقام والرموز في كل عدسة. طبعا كل عدسة فيها عدة أرقام وعدة رموز، بس ما كلنا نعرفها. تريد تعرف إيش معنى هذه الأرقام اللي موجودة في العدسة؟ يعني إحنا نلاحظ العدسة فيها عدة أرقام ورموز هنا وهنا، بس ما عارفين إيش تعني هذه الأرقام كلها. خلونا نفهم هذه الرموز والأرقام إيش تعني. خلونا نمسك هذه العدسة اللي أمامنا الحين، اللي هي عدسة كانون وايد أنجل 1022 mm. هي من شركة كانون، وطبعا معظم العدسات اللي تصنع من شركة كانون ونيكون للكاميرات الخاصة فيها تكون جودتها أعلى ومخصصة للكاميرات مالها، بحيث أنها تعطيك جودة أكبر. طبعا مكتوب للعدسة إنها زوم، بس هي مش زوم، هي وايد أنجل. لكن معناتها زوم معناتها إنها تتحرك، تقدر توصل الزوم منها من 10 إلى 22. فما دام إنها فيها رقمين معناتها العدسة فيها زوم. ايش معنى هذول الرقمين 1022؟ التن معناته اعرض مساحة تقدر تلتقطها العدسة، يعني اكبر مساحة. يعني انت اذا تصور بهذه العدسة التن راح تجيب لك مساحة جدا عالية، يمكن من السماء الى الارض، لانه عريضة جدا بسبب ان الرقم صغير. اذا كبر هذا الرقم التن اكثر من تن، راح تكون العدسة مساحتها اضيق. فاللي نفهمه من الرقم الاول انه هي عرض العدسة، كل ما كان الرقم صغير تكون العدسة عريضة، عدسة واسعة، تسمى عدسة واسعة أو وايد أنجل، لأن هذا الرقم 10. أما الرقم مثلا 50 mm ما راح تكون عريضة، راح تكون مساحة جدا ضيقة، فلازم ترجع للخلف مسافة كبيرة على أساس إنك تصور مساحة أوسع. فعشان كذا العدسات الوايد انجل او اللي العدسات الواسعه اللي يكون رقمهن صغير تستخدم لتصوير الطبيعه، لانها تعطيك مساحه جدا كبيره، فتعطيك تفاصيل جدا واسعه وشامله لكل المنظر اللي تصوره. بينما لو جيت تصور الوجوه ما تحتاج لعدسه واسعه، وانما تحتاج لعدسه ضيقه مثل 50 mm. طيب عرفنا ان الرقم الاول اللي هو المساحة اللي تصورها العدسة. الرقم الثاني ايش معناته؟ الرقم الثاني معناته البعد البؤري او الزوم، يعني كم الزوم اللي تلتقطه هذه العدسة. فعندك هنا 22 هو اعلى زوم ممكن تلتقطه هذه العدسة. فلو عندك تفاصيل لأي صورة وتريد تعرف كم البعد البؤري او الزوم اللي التقط به هذه الصورة، فايش تشوف؟ تشوف كلمة مكتوب لها الفوكال لينث، يعني البعد البؤري. مثلا انا اقدر اصور ببعد بؤري 12 او 14 او 17 او حتى 20 و22. فكيف اعرف؟ اعرف من تفاصيل الصورة كم البعد البؤري اللي التقط بها الصورة. مثلا لو دخلت حسابي انا الحين وبغيت اعرف صورة النمر هذا مثلا، كم زوم التقط هذه الصورة؟ يعني هل كنت مسافة بعيدة جدا عشان التقط هالصورة ولا مسافة قريبة؟ فأنا كنت أحط الإعدادات وحاط هنا الفوكال لينث هذه. شوف الزوم هنا حاط لنا كم؟ 78 mm، معناته أصلا النمر كان قريب مش بعيد جدا. فالعدسة اللي استخدمتها أنا الحين هنا اللي هي 18 135، يعني أنا أقدر أعمل زوم من 18 لحد 135. هنا استخدمت زوم 78. الفوكال لينث هو البعد البؤري أو الزوم. طبعا الحين فهمنا إيش معنى الرقمين في كل عدسة. قلنا الرقم الأول يكون المساحة اللي تلتقطها العدسة، وكل ما كان الرقم هذا أصغر كل ما كانت العدسة أوسع، وكل ما هذا الرقم زاد أكثر راح تكون المساحة أضيق.
الرقم الثاني قلنا هو الفوكال لينث او البعد البؤري، او ما نسميه احنا بالزوم، يعني كل ما كان هذا الرقم عالي راح يكون الزوم جدا كبير. خلونا نشوف العدسة هذه الثانية، هذه مختلفة عن العدسة هذه طبعا. هذه العدسة 55 200، معناته المساحة اللي تلتقطها تكون ضيقة شوية، نفس المساحة اللي تلتقطها تقريبا ال 50 mm، لكن هذه العدسة فيها زوم عالي اللي هو 200 mm، يعني زومها ممكن تصور بالقمر. نكمل الأرقام اللي موجودة في العدسة. الرقم هذا واحد اللي هنا عندنا ظاهر وهنا نفس الشيء موجود، هذا معناته المسافة اللي بتبدأ العدسة تعمل فيها فوكس، يعني أقل من هذه المسافة من متر واحد، هذا متر، أقل من مسافة متر العدسة ما تقدر تعمل لك فوكس على الشيء اللي تصوره. فأحيانا أنت لما تجي تصور شيء قريب منك جدا تحصل أن الفوكس ما يضبط عندك مهما حاولت، حتى لو حطيته يدوي. السبب لأنك جدا قريب من الشيء اللي قاعد تصوره، فلازم ترجع على الأقل متر واحد عشان العدسة تقدر تعمل لك فوكس على الشيء اللي قاعد تصوره. بدون هالمسافة ما راح تضبط عندك الفوكس أبدا. طيب خلونا نشوف الأرقام الثانية اللي موجودة في العدسة بعد الواحد. بنحصل هذا الرقم 4.5 إلى 5.6، إيش معناته؟ وهنا عندنا 3.5 إلى 4.5، ايش معنى هذا الرقمين؟ الرقم الاول هنا عندنا 4.5، هذا اقل فتحة عدسة تقدر تلتقطها هذه العدسة اللي معك، يعني الاف، رمز الاف اللي موجود عندنا هو هذا اقل رقم انت تقدر تحصله، ما تقدر تحصل رقم اقل عنه في هذه العدسة. في هذه العدسة تحصل انت اقل رقم 3.5، يعني الاف ممكن تحطه 3.5، اقل عن كده ما تقدر في هذه العدسة. طيب عرفنا ان اقل فتحة عدسة 4.5. الرقم الثاني ايش معناته 5.6؟ معناته اقل فتحة عدسة في حالة انه كان الزوم 200، يعني انت لما تعمل زوم فتحة العدسة تتغير، فلما توصل الزوم عندك 200 ما تقدر تنزل رقم فتحة العدسة اقل عن 5.6. فكذا نفهم انه الاف او فتحة العدسة تعتمد دائما على العدسة المستخدمة، تشوف كم اقل رقم فيها هو هذاك اللي بتقدر تحصله. عشان كذا ال 50 mm مثلا فتحة العدسة فيها 1.8 و 1.4 و 1.2، لكن هذه العدسة اقل فتحة عدسة فيها 4.5. فاقل رقم لفتحة العدسة هذا 3.5 نحصله متى؟ لما يكون الفوكال لينث او البعد البؤري او الزوم عند العشرة، لكن كل ما زدنا الرقم اللي هو الزوم لحد 22 اقل فتحة عدسة ممكن نحصلها 4.5. فهذا الرقمين مرتبطين بهذول الرقمين. نلاحظ في العدسة احيانا يكون فيها مثل هذا الرقمين بالحروف الرومانية، احيانا رقم واحد، احيانا رقمين، احيانا ثلاثة. ايش معناته؟ هنا رقمين معناته هذه العدسة هي الإصدار الثاني من الشركة لنفس العدسة، يعني الشركة هذه صنعت عدسة هذه قبل، بس بعدين صنعت نفس العدسة بس إصدار ثاني وتحسينات أفضل. الرمز الأخير هذا اللي هو الـ USM أو الـ Ultrasonic Motor، هذا معناته أن العدسة ذات محرك فوكس صامت، يعني لما تعمل فوكس يكون صامت وينفع لتصوير الفيديو. في رقم بعد في العدسة اللي هو هذا، هذا تشوفه دائما فوق في العدسة، مثلا عنده هنا 50 mm اللي هو معناته مساحة حلقة العدسة هذه اللي فوق. فهذا الرقم نحتاجه متى؟ لما نريد نشتري فلتر للعدسة نعطيهم هذا الرقم بيعطونا مقاس الفلتر، يعني الفلتر اللي راح يركب حال هذه العدسة يكون مقاسه 52 mm. طيب في حاجة مهمة في العدسة اللي هو موضوع انه بعض العدسات تركب للفول فريم، يعني هذه العدسة مثلا هل هي تركب للفول فريم ولا فقط للكروب فريم؟ لان عدسات الفول فريم جميعها تركب للكروب فريم،
لكن عدسات الكروب فريم اللي هي كاميرات الكروب فريم ما كلها تركب لكاميرات الفول فريم. كيف نعرف الفرق؟ في عدسات الكانون، طبعا عدسات نيكون ما عندي فكرة عنها، بس في عدسات الكانون بكل سهولة نقدر نعرف العدسة إذا كانت تركب للفول فريم ولا فقط تركب للكروب فريم، برمز موجود هنا الـ EFS وهنا EF. إذا كان العدسة فيه الرمز EF وبعدها حرف الأس، معناته هذه العدسة ما راح تركب لكاميرات الفول فريم. مثلا أنا عندي الحين عدسة الوايد أنجل هذه اللي هي 1022 mm، واستخدمها لكاميرتي الكروب فريم 7D. بعد سنة فكرت أشتري كاميرا فول فريم، هذه العدسة ما راح تركب لها. ليش؟ لأنه فيها هذا الحرف، حرف الأس، معناته هذه العدسة ما راح تركب لكاميرتي الجديدة الفول فريم، بينما هذه العدسة ما فيها حرف الأس، معناتها بتركب للفول فريم. الحين هذه العدسة مثلا اللي شرحناها قبل شوية EFS، هذه العدسة ما راح تركب للفول فريم، لكن عدسة الـ 50mm راح تركب للفول فريم لأنها EF فقط. طيب إذا كان العدسة ما فيها رمز، مثلا عدسة السيجما، كيف أعرف إن هذا بتركب للفول فريم ولا لا؟ لأن ما فيها هذه الحروف الـ EF. العدسة اللي ما فيها هذه الرموز الـ EF والـ EFS نقدر نعرفها بطريقة ثانية إذا كانت تركب للفول فريم أو ما تركب. العدسة اللي تركب للفول فريم تكون فيها نقطة حمراء مثل هذه الدائرة الحمراء، أما العدسة اللي تركب للكروب فريم فقط يكون فيها مربع أبيض. يعني هذه العدسة المربع الأبيض ما تركب للفول فريم، فقط النقطة الحمراء اللي تركب للفول فريم. فعشان كذا عشان تعرف ان العدسة تركب للفول فريم ولا لا، تشوف اذا فيها دائرة حمراء معناتها تركب للفول فريم. لما تجي على كاميرا الفول فريم نفسها تفتح الغطاء تشوف انه هنا نفس الشيء دائرة حمراء، اما كاميرا الكروب فريم تشوف فيها دائرة حمراء ومربع ابيض، يعني اللي فيها مربع ابيض تركب هنا فقط للكروب فريم. يعني الحين انا عندي هذا عدساتي كلهن كنت مشترينهن للكروب فريم، كنت استخدمها لكاميرا الكروب فريم، لكن لما صار عندي كاميرا فول فريم ما اقدر استخدم كل العدسات، اقدر استخدم فقط هذول الثلاث اللي فيهن دائرة حمراء، اما هذه ما اقدر استخدمها الا للكروب فريم. من الامور الثانية في العدسة زر الفوكس، لما يكون اوتوماتيك ولا مانوالي يدوي. الـ AF معناته أوتو فوكس، المانوال الـ MF معناته مانوال فوكس. المانوال فوكس نتحكم فيه من حلقة العدسة من هنا، وراح نشرحه بعد كم يوم إن شاء الله. الأوتو فوكس الكاميرا بروحها تتحكم في الفوكس تلقائيا. في زر آخر في العدسة اللي هو مانع الاهتزاز. طبعا مانع الاهتزاز هذا مهم جدا في العدسة، ومعظم العدسات اللي فيها مانع اهتزاز تكون جودتها أفضل وقيمتها أغلى. طبعا مانع الاهتزاز وظيفته انه يقلل اهتزاز الصورة لما تصور بدون ترايبود، ومكانك تسكره لما تستخدم ترايبود. وهذا الارقام تخص الفوكس، نتحكم فيه من الحلقة من هنا، او اوتوماتيك الكاميرا تعمل الفوكس فيه. بعض العدسات يكون فيها هذا الرمز اللي هو رمز الانفينيتي اللي هنا في الاخير، هذا الرمز معناته يعطيك فوكس ما لا نهاية، ونستخدمه في تصوير الطبيعة وتصوير النجوم. لاحظ نفس الشيء العدسات يكونون فيهن خطوط، مثلا هذه العدسة فيها خط أحمر، وهذه الثلاثة فيهن خط ذهبي، وهذه ما فيها أي خط ثاني، وبعض العدسات فيهن خط فضي. إيش معنات هذه الخطوط؟ طبعا الخطوط يدلن على جودة العدسة اللي معك. العدسات اللي تجي بخط أحمر وفيها هذا الرمز او الحرف ال معناته اللكجري، او العدسات الفاخرة او الفخمة، هذه افضل انواع العدسات اللي تكون فيها خط احمر وفيها حرف ال ال. وبعدها تجي العدسات اللي هي بالخط الذهبي، وبعدها الفضي، وبعدها واخر شيء العدسات عاد اللي ما فيها اي خط، هذه اقل انواع جودة. طبعا شرحت لكم الارقام هذه اللي في العدسة، قلنا 3.5 هو اقل فتحة عدسة عند بعد بؤري 10، و 4.5 هو أقل فتحة عدسة عند البعد البؤري 22.
لكن هذه العدسة مثلا فيها رقم واحد فقط اللي هو الفور، معناته فتحة العدسة ثابتة، أقل رقم نحصله 4 عند 24 أو عند 105. مهم جدا عند شرائك أي عدسة إنك تشتري لها فلتر على أساس تحمي العدسة من الخدوش ومن أشعة الشمس. الحين هذا الفلتر اللي راكب في هذه العدسة، نشوف الرقم هناك 77 mm اللي خبرتكم عنه واللي هو رقم الفلتر، وهذا الفلتر اللي عليها نفس الرقم يكون 77 mm. وطبعا الفلاتر دي أنواع، في مثلا يوفي فلتر، هذا اسمه يوفي فلتر، هذا للحماية فقط ضد أشعة الشمس والخدوش، وفي فلتر اسمه بولارايزر، هذا يعمل يعني حيوية أكثر للألوان مثل لون السحاب الأزرق ولون الأشجار الأخضر، وفي فلاتر تسمى ND فلتر اللي هي لتصوير الشلالات، يعني تقلل التعريض، تكون داكنة كثير تقلل تعريض الإضاءة. هذا الفلتر طبعا يخفف الإضاءة بشكل كبير جدا على أساس أنك تقدر تصور بشتر بطيء، مثل تصور شلالات في عز النهار أو تصور السحب بحركة الموشن. شوف مثلا هنا استخدم الشلالات بالتصوير بهالطريقة، لازم نحتاج له الفلتر وقت النهار أو نحتاج إلى إضاءة خافتة عشان نصور بدون فلتر. راح نتكلم إن شاء الله عن كيفية تصوير الشلالات بهالطريقة اللي هو بشكل حليبي أو الموشن لما نتكلم عن الشتر إن شاء الله في الدروس الجاية. طبعا خلصنا موضوع الأرقام والرموز اللي موجودة في العدسات، وأتمنى تكون واضحة عندكم كلكم. إذا أي حد عنده استفسار عن هذه الأرقام أو الرموز يتواصل معي على الخاص وبرد عليه. أعتقد كذا نكون تكلمنا كثير عن موضوع العدسة والأرقام والرموز اللي فيها، يمكن بعضكم عنده المعلومات والبعض الآخر أضاف معلومات بسيطة. بكرة إن شاء الله راح نتكلم عن البعد البؤري بشكل أوسع، ونتكلم يعني عن الزوم، كيف طريقة الزوم والأبعاد اللي تأخذها على أساس إنك تصور الصورة من قريب أو من بعيد بأنواع العدسات المختلفة. وبكرة إن شاء الله بنختم موضوع العدسات. طولنا كثير اليوم في موضوع العدسة والأرقام اللي فيها، بس أعتقد محتاجين نعرف كل هالمعلومات خاصة للمبتدئين واللي بيدخلوا عالم التصوير، لأن هذه أساسيات ولازم لما تدخل أي مجال تبني على أساس صح ويكون عندك معلومات كافية إنك بعدين تسهل عليك العملية التطور.